الأغراق شايك هوا شرق فرحة تباشيري، تقول سامح زمانك وحزن رباه، الرنة الرنت ينسى وقول وين هو يعوضني مخاسيري. حسيف يقول ماذا لو عاد معتذرا، امسكه ورنه الرنت ما يعلم فيها الا الله. لكن تدري وليه ترنه يا سيف؟ ماذا لو عاد معتذرا؟ ها؟ ماذا لو عاد معتذرا؟ اعتذر. سألني ضمن السؤال هذا. ماذا لو ما عاد معتذرا؟ لا استني بصرف صوتك. ماذا لو عاد معتذرا؟ شوف على حسب. اذا معاه ايفون 13 مسامح كريم وانا اخوك عادي المرزان. طيب اسمع، اما اذا ما جاء رنه زي قل لي يلا ايش قل لي؟ ماذا لو عدم اعتذر؟ ماذا لو عدم اعتذر؟ ارحب اقول لك كذا ترحب المطر يا غالي فينا. ماذا لو عدم اعتذر؟ لا والله اقوله تعال اول واحد. والله اقوله حياك ربي. اي اول واحد ايش فينا احنا صايرين خفاف يا ولد؟ ما ادري. اسمع، اول واحد كتب انا هذه، ها نزلتها بالانستغرام عندي يعني جو يعني تك. ما زين هالحلا هذا ترى مسموع ما ادري ايش يقول. شوف يقول لازم تكسب. الله يسعدك، ادع ربك الله يرزقك امين. والله ما عندي الا هالوحده. ما اخذت اكلت ابو فهد كاني ماكل. ايش رايك؟ انا اوريك اذا ما قفلت ذا واحد جبتك. والله مطرب، والله مطرب. لا لا تحلفون خليه يروح. لا والله ما تقول شيء، حلف عاد.